السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه نتوما بخير؟ كنتمنى تكونوا ديما مزيان وكلشي لاباس. كيف كنقول لكم دائما اليوم يكون خير من البارح. اليوم درا كاين شي استعدادات لعيد الاضحى اللي كاين هو غدا ان شاء الله، بعدا في تونس غدا ان شاء الله معيدين. اليوم عرفه، الوقفه عرفه، راه كلشي صايم هنايا في الجنان. منين ما يمكنش ما نكونش الولد ديال نهار عرفه وما نصوموش، واخا الجو سخون بزاف 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 بزاف. عرفتي حنايا كاسين وكنشرشرو في العرق هنايا في الدار. عاد الحمد لله كاينه لاكليم شويه، لا ما كانش لاكليم راه لا اله الا صافي. انا عمرني ما شفت هاد الحراره بحال هنا. راه المغرب ما نديروش لاكليم وتعيشي مزيان وما تحتاجيش يعني كتحركي وانت مرتاحه. على العموم هذا هو وقته ماشي مشكله. ايوا كيف دايرين؟ كلشي لاباس؟ اليوم بما اننا حنا صايمين وصايمين هنايا جنان كامل، هاد اللي عايشين فينا الخوت ديال راجل اختي كلشي صايم. قلنا كل واحد اليوم يوم شي حويجه وغادي نفطروا ان شاء الله مجموعين. انا كتعجبني البريوات اللي معبرين بالدجاج بحال الصيله، دوك الصيله الصغيورين، وقلت انا هي ديك اللي غادي نوجد انا الفطور ديالنا وهما يوجدوا اللي بغاو. ايوا انا جبت دابا هو الدجاج، وجبت المساعد ديالها كطيب باش كيطيب هذاك الشيء الدجاج بصلا اللوز البيض. المهم الورقه، والورقه راه شاد واحد الورقه ديالو هنا والله ما نعرفش تصدق ولا ما تصدقش، ما عرفتش كاع كيفاش راه هي دايره. ايوا قلنا ماشي مشكله نجربوا صدقات، هي ديك ما صدقاتش ما عندنا ما غادي نديرو. ايوا بالمناسبه بعدا بغيت نقول لكم واحد الحاجه جد مهمه. انا كنقول لكم اخوتي عفاكم ردوا البال، ردوا البال رجلكم، راه عندنا واحد المجرمين في الكوزينه اللي ما نقدروش نستغناو عليهم، اللي كينفعونا واحد كينفعونا انا باش نخدموا بهم ولكن كيفرعونا في نفس الوقت. انا غير البارح كنت كنقطع الثومه كنوجدوا داكشي، عرفتي واحد الاله دازت لي على صبعي غير شويه، كنت غادي نرجع بالصبع ديالي مقطوع انتما كتشوفوه دازت عليه كامل، كانت غتحيد لي الصبع ديالي. ضربي الخير ربي جا من جهتي وشويه تقات غير شويه شادي وصافي، ولكن انا كنت غنفرعوا نردوا البال شويه لروسنا، حيت دابا في العيد كاينين اللمات بزاف، كاين دوك الالات كنستعملهم بزاف، غادي تقطع المعدنوس، غادي دير الثومه، غادي تفعل، غادي ترف، ولكن حنايا شي مره ما كنكونوش رادين البال وتندوزو على يدينا. ان شاء الله كنتمنى لكم تكونوا سالمين ودوز الامور كلها على خير وبخير. وكذلك استعداد التقصير، حيت اول مره غتعيد هنايا في الدول العربيه، كتعرفوا العيد في تونس في الدول الاوروبيه ما كيعطيهم لا حتى حاجه، كيجيبوا الحولي ما فيه لا راس لا رجلين لا دواره لا حتى حاجه، كلشي كيحيدوه تما وتيجيبوه هنا ان شاء الله. غادي يعيدوا بكلشي ديالهم. راه خصني نشري الحولي دابا شويه نمشي نشوفو راه جابو، شوفوا الحواله ديالهم كيف دايرين. ايوا حنايا معاهم كنستعدوا كنوجدوا الغدا ان شاء الله. ها انتما تشوفوا عدم مغربيه مشات هي شرات القطبان ديالها، شرات فني علق تعلق الحولي. المهم داكشي مغربي وعربي ماشي بحال اللي كيكونوا في الدول الاوروبيه. ايوا كنتمناو عيد مبارك سعيد للجميع وكلشي يعيش بالصحه والسلامه. وكمن هنا كنوجه تحيه لصحابي وناسي وكلشي من هنا كله، تنقول لهم عيد مبارك سعيد، لانهم راهو كيدخل يصيفطوا لي في الواتساب وانا ما تنجاوبهمش حيت راه دايره النمره تونسيه وما ما دخلش الواتساب فيها، حتى تنرجع ان شاء الله المغرب ونرجع النمره. كلهم كنقول لهم عيد مبارك سعيد وتعيدوا بالصحه والسلامه وطول العمر كل واحد باش كيتمنى، وشكرا لكم بزاف. غادي ندوزو دابا للتحضير، نبداو في المسائل ديالنا، نوجدو البريوه ديالنا وحنا مع بعضياتنا حتى الاخر ديالها ان شاء الله. اليوم اليوم نشوفو شنو كاين الاستعدادات قبل العيد غدا. يلا خليكم معايا، شكرا. ها هو الدجاج ديالنا دابا هو كيتقلى باش غادي نسدو عليه يطيب مزيان. وكاين كاين واحد المشكله، هو ما كاينش داك الملون، ما كيجي الدجاج كيبقى بيض ماشي بحال حنا كنديرو داك الزعفران، كيعطي داك الزعفران الكاكط كيعطي اللون في الدجاج. ايوا كيفنا ما عندنا ما نديروش اللي عطا الله. ها هو دابا حتى يطيب ان شاء الله يوجد باش نحيدوه ونوجدو الدجاج، نديرو عاد البيض فوق البصله وهداك الشيء دابا من بعد نشوفوه. اللوز ها هو درناه في الماء طايب كيفسخ باش نسخوه ونقليوه حتى هو. ايوا نتلاقاو ان شاء الله باش نكملو الوصفه بالشكل النهائي ديالها. خوتي انتما كتشوفوا البريوات ديالنا هي، ولكن راني عذبتني الورقه لان الورقه عندهم خايبه بزاف وما جاتش مزيانه، حيت الورقه غليظه غليظه. انا كنقيسها كتفرتت بوحدها، حاولت ما امكن غير باش نجمع ديك الكشوه اللي درت باش ما تبقاش هذه. ها هي جات، وهي اللي هادو شي وحدين اللي طابوا انتما كتشوفوا، ماشي بحالنا حنا، ماشي بحال الورقه ديالنا اللي كنحتاجو كنلقاوها. انتما كتشوفوا ما بغاتش، الورقه غليظه بزاف كتعذب. ودابا راه تكلمات المغرب، نمشيو نفطرو ونشوفو شنو واش في الفطور قبل عليه. ايوا نتوما كما شفتوا اليوم اخوتي خواتاتي، اليوم الفطور ديالنا اليوم عرفه مع العائله ديال الاخت الاخ ديال راجل اختي. ها هما كاينين جابوا الفطور ديالهم، حنا الفطور ديالنا ان شاء الله غادي نفطروا. هما دوك البريوات اللي ما بغاوش يصدقوا هما هادو.
ايوا سيدي، وكنتمنوا انه اللي صام اليوم ربي يتقبل منه ان شاء الله، يدخل على هذا العيد على الامه المسلمه كلها بالخير والتيسير، والله يوفق الجميع. ايوا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. لا تنساو ديروا لنا جيم واللايكات واشتركوا معنا باش يبقى يوصلكم اي جديد. ايوا السلام عليكم، حتى الغدا العيد ونشوفوا عاوتاني الاجواء ديال العيد كيف دايره. السلام عليكم. هذا اخوتي هو الحولين اللي شرا راجل اختي، انت واش راجل اختي عرف يشري ولا ما عرفش يشري؟ شوف واش كاين هنا داك الشيء اللي قلنا لهم، اللي كنا قلناه في داك الفيديو، واش الحولي واقف مزيان، واش الرقبه ديالو مليانه عامره، واش ما فيه حتى شي افرازات في الفم او لا في شي حاجه هكا، انتوما كتشوفوا عينيه مبرققين كيشوفوا مزيان، ها انتوما الصوفه ديالو مزيانه ما كطيرش، ها كيطير من بلاصتو، هو هذا. لا في لا دبامل لا والو، مزيان حولي مبارك مسعود زوين. هادو هما الحوالات ديال تونس. هذا قيل خداه راجل اختي ب 2000 درهم مغربيه. هو هذا عندو بحق ان شاء الله، الله يجعلو التحيه والله يجعل هاد العيد يدخل مبارك مسعود على